اوكي ما يحتاج اشرح، شفتوا بالعنوان انه اليوم الفيديو بيكون تحدي رسم مع اختي ما عندها بنترست. كيف عايشة هاي؟ مش فاهمة، كنت محتارة ايش نوع الالوان اللي راح نستخدمه بتحدي اليوم، لهيك حكيت بستخدم هذا دفتر ميكست ميديا بينفع لكثير انواع الوان زي الماركر والمائي، واكيد ما راح انسى بطاقة الدرجات تبع الالوان. وانا هون كنت عم بشرح لاختي هدول الدرجات لاي الوان. هدول الوان تحضير، في هان اقلام اسود تحضير غطا كذا. الواضح انه ما عجبها الموضوع وشكلها اصلا نسيت كل اشي. وبرضو هاي الكرتون الزهرية انا رح استخدمها اذا كنت داوم بالماركر، وجبت لاختي واحدة ثانية كمان عشان لا تعجب على الطاولة. ويا بلاس انا قاعدة بشرح وحرفيا كبهت حالي عم بشرح للحيط، مسكينة الله يعينها اول مرة بتعرف هيك اشياء. كنا مندور في بنترست وهيك، واختي ما ادري شو وضعها كان بدها ترسم هاي، بس الحمد لله غيرت ورسمت شفيق ما ادري ليش هيك شكله. وانا هون عم بدور كعادتي لحد ما الاقي صورة تجذبني وتخليني فجأة اوقف. بالنهاية ثبتت على هاي الصورة هي اللي بدي اختارها. وهون عم بشرح لاختي مرة ثانية ايش هي فكرة الفيديو، كل جولة مدتها 10 دقائق وبعدين رح نصير نبدل الاوراق بيناتنا. وهاي الفكرة من زمان ببالي، واخيرا هسه سويتها. اول خط رسمته على طول مسحت كل اشي، واختي جنبي عم ترسم ورواق وهدوء، وانا عم برسم الرسمة تبعتي. كنت بدي احاول اخلصها قبل ما يرين الوقت، لانه اذا ما كملتها ما ادري كيف اختي رح تكملها. كنت خايفة انها تجيب العيد بالرسمة تبعتي. لما بدينا نرسم طبعا ولا واحدة فرجت للثانية ايش الرسمات اللي اخترناهم، فحرفيا ما شفنا ولا اشي. وبالنهاية فرجنا لبعض ايش رسمنا. باقي نص دقيقة احا حزا ما كملتش اشي. وللأسف انا ما كنت مكملة كل رسمتي، ولما شفت رسمة اختي ايش هاد؟ قمت اتأكد من الصدمة. سني ايش هاد؟ هاي بي وهون الرسمة تبعتي. اوكي ما عليكم من الايد، بعرف انها كثير بتخزي، بس يلا عادي هسه بدلنا الاوراق وانا اخذت الرسمة تبعت اختي. استني ترسميش ايش؟ هاي مصيبة، كيف بدي اكملها؟ انا مش فاهم شفيق ايش الموقع من الاعراب حرفيا. اوكي بالنسبة للبطة اللي اختي رسمتها، لقيت فكرة كثير حلوة عشان ارسمها، اشي بليق في الرسمة، اما شفيق ما عرفت ايش بدي اسوي فيه. وعلى الجانب الاخر كانت اختي بتدور على صور اكل مشان ترسمهم، انه انا مساوي سوبر ماركت فاكيد هي ما عندها اختيارات كثير غير انها تسوي اكل، بعكس الرسمة تبعها كانت غريبة وخلتني اتوتر ايش بدي اسوي فيها. الحمد لله انه ران، لانه هيك انا رح اعطي الورقة لاختي وهي لحالها بدها تتورط مع شفيق اللي سوت لي اياه. عم بفرجيها شو سويت انا في الرسمة تبعي، وشفيق بس سويت له قوس وما عرفت اكمل، وانا عم بواجه الحقيقة عشان اشوف اختي ايش سوت بالرسمة تبعي. والله حلوة، مخليهم اكل بتحرك. اختي ما سوت غير شغلات بسيطة كثير، يلي هي انها حطت وجوه على الاشياء اللي انا رسمتها وحطت لهم كذا اطراف ايدي وارجل وهيك، توقعتها راح تعدل اليد بس ما سوت اشي. هسا هاي الفقرة انه اذا بدك ترسمي بدك تحبري بدك تلوني اي اشي. انا هون عم بخفف الرصاص لانه خلص ما لقيت اشي ارسمه، فحكيت تمام بدي احبر الرسمة عشان بعدين ابدأ تلوين. كنت عم بحبر بهذا اللون البني يلي هو مش ضد الماء، بالنهاية كنسلت وما عاد بدي احدد بهذا اللون، واجيت بدي اختار قلم تحديد ضد الماء، وما عندي اقلام غير باللون الاسود، فحتى يلي حددتها بالبني رجعت احدد عليها بالاسود. وصراحة التحديد تبعي كان تسليكي مليون، وترى لما كنت اغير زاوية التصوير ما كنت اوقف الوقت، فانا كان يروح مني حرفيا، فكنت ازدت الكاميرا باي زاوية عشان ما بدي اتأخر. حبيت كيف ان هالخط اللي انا عملته اللي ما بتقدر تمسحه كملته بهذا الشكل، وكنت بدي افرجي الفكرة تبعي اللي ابدا مو حلوة. فرجيكي شوفي انه هان احط هان شوفيه انه كأنه معي جوال بمسك. برافو انت بتحلم. ايوه فكرتك الصراحة احلى، انه حمام وهيك مسبح. ان شاء الله هذا مسبح كان. اوكي نراكم في الجولة الجاية للتلوين. وكذا بعد ما خلصنا رسمهم والتحبير والنتيجة تبعنا ابدا ما توقعت انها تكون هيك، بس للحين الايد معوقة، فياب اخذنا استراحة شحنا فيها الكاميرا وهسا بنرجع نكمل الرسمة. وهسا رح نلون هاي الرسمة الاولى وهاي هي الرسمة الثانية. حطيت المنبه بالايباد وقبل ما اضغط ستارت اختي تحمست وكانت بدها تلون من هسا. صبر مش هيك، خدي بطاقة شو اسمه، تخيلي الالوان من ورق ابيض لابيض بيختلف. زي ما اجى ببالي انه اختي صار بدها تلون بالالوان المائية مش الماركر. نو مش كويس هاي. اتس ماي نو، ولك ما بيزبط هاي. هاتي حلفي انا بعطيش الفرش التوب.
تصحي تلوني من هاي بنفسها، ترى اللون بيطلع كثير زفت. وهسه كود عم بشرح لها بالالوان المائية انه ما لازم ناخذ من العلبة نفسها ولازم نحط عليهم مي نخففهم وفي دمج لهم وهيك. ولك حط مي كثير، خليه يغرقيها بالمي، حط كثير مي، مش تصبي مش تصبي. طب هاتي درهم في الماء يعني كمان. طيب القلودة ما مسحناش الرصاص اصلا. افقعوا جبهه بس انا افقعوا. حتى انا قررت بدي الون بالماء مع انه انا كنت بدي الون بالماركر، بس حسيت الماء رح يكون اسرع اشي، فيب حرفيا الفرشه تبعتي راحت فيها. هاي صوتيها كانها بنت، لانه وانا بحبر غلطت فخليتها بنت. وسختي انت حطيتي في اللون ابيض اسود. انا نسيت امسح. لما كنت عم بلون اخذت نظره لرسمه اختي وانصدمت. وش هذا التلوين؟ التلوين تبعها لساني يعجز عن التعبير، بس اوكي هذا اشي طبيعي يعني متوقع، لانه اختي هاي المره الاولى اللي بتلون بيك الوان مائيه وما ادري ايش. وبرضه انا تلويني ترى مو حلو، شوفوا كيف العيد. وريك ايش خاطرين 20 دقيقه نصور لازم ارن يعني تفضل. ويب ما ادري ليش ما رن مع انه تعدى 10 دقائق، ما ادري ايش المشكله. فهسه رح نبدل الاوراق بيناتنا، وانا رح اخذ الرسمه اللي اختي سوتها وعملتها مصيبه حرفيا، وبدي احاول اني اضبطها. ليه مش مدمج غش؟ ما كنت تسوي بركة ماء. مسحت شوي منها وعدت التلوين من اول. اختي كانت مسويته بلون رمادي، انا سويته بلون قريب على البني. كيف حطه؟ بخلي بني هذا. ولك حط مع اسود شوي. حكيت لاختي تحط اسود وشكلها تحمست بزياده. ايش هو؟ شو هيو؟ حطي منه هون. هون انا عم بلون في القميص في المكان يلي حددت فيه باللون البني يلي مش ضد الماء، فيب اللون عم بيحل، فحاولت انقذ الموقف وحط لون بنفسجي وازرق وهيك. انا اشك انه المنبه لهسه ما ران خير. ما بيرن يا اخي، شو هاد؟ حط منبه على جوالك. ما ادري ايش المشكله بايبادي، المنبه ما طلع صوت. فالمهم بجوال اختي حطيت 10 دقائق وراح نبدا هسه. كنا عم بنحاول نخلص الرسمه هاي بسرعه، ما كان بدنا نسوي جوله ثانيه، خلص زهقنا يعني بدنا نكملها. انا افقع وجيب شيء للسفقه. المهم انه اجى من نصيبي انه انا اللي بدي الون شفيق، بس الشفيق تبع اختي كان شوي معاق، ما ادري ايش وضعه. هذا شو انا ولك هذا فم ولا شو هذا كيف هذا شفيق؟ ومن كثر ما كان لي خلق اني اسوي درجات زياده، فالعلبه اللي فيها شفيق سويتها بلون بني، بس اني خففت اللون وبس. وانا بلون وعيني كليتها على الفرشاي يلي اختي عم بتستخدم فيها وبتعذب فيها التعذيب. بس هاي ما كانت الجولة الأخيرة، عملنا كمان جولة ثانية، وهسه بفرجيكم النتيجة بعد ما خلصنا كل إشي. هاي هي الرسمة رقم 1 كده صارت، وهذه الرسمة رقم 2. عدنا التحبير للمرة الثانية عشان يكون هيك يبرز أكثر، وهذه هي النتيجة من هذا التحدي. فاللي مطلوب منكم هسه إنه بالتعليقات اكتبوا أي رسمة حسيتوها أحسن، رسمة رقم 1 أو رسمة رقم 2. وبالنهاية أنا وأختي عملنا على رسمتين مع بعض. وهسه آخر إشي بنحط التوقيع أنا وأختي على الرسمات. أصلا التوقيع تبعي هو عبارة عن اسمي بس، هيك فيه شوي حركات بسيطة أشبك الأحرف بعضهم هيك. أنا ما إلي خلق أفكر بتوقيع، فبحط اسمي بطريقة عادية وبس. فبس هذا هو التحدي لليوم، أول مرة بصور مع أختي. شكرا لكم على المشاهدة، سلام. That's mine. مش فلوسك، نصها إلي. لا يا حبيبتي، أشي شوي حب محلاها ياي، حبيت. ولك إيش هاد؟ هاك سابكي خزاك. ولك إيش هاد؟ ولك فيش في شحن. أوكي يعني نتعلم المرة الجاية ما نلون مع أختنا. شنو هاي؟ خلاص.